بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه المسلمة. تقول الأخت: في أوروبا عمري 26 سنة ولي 3 بنات، مطلقة، فتزوجني رجل متدين بالفاتحة وعاشرني لمدة طويلة واعدا أياي أن يعقد علي في المستقبل القريب، لكنه لم يفي بذلك فطلقني بكلمة واحدة، ثم عاد إلي فرفضت مصرة على أن يعقد علي في المرة الثانية، لكني لما رفضت أن أعود إليه بالفاتحة فقط أصبح يهددني، إما أن ينال مني ما يناله الزوج من زوجتي، وإما أن يفضحني عند أهلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما أحذر بناتي، سواء كنا مطلقات أو لم يكن مطلقات في أوروبا، أقول لهن: لا تتزوجن إلا بوجود عقد يوثق الزواج حتى يضمن حقك في عهد عياذا بالله خربت فيه ذمم الناس. لا تثق فيه ولو كان صاحب لحية طويلة، لا يمكن أبدا أن يثاق في هؤلاء الرجال، هم ليسوا برجال، هم أشبه رجال. هذا إنسان متدين، هذا يخاف الله تعالى؟ من جملة صفات الرجال أن يخشى الله تعالى، وخاصة في النساء. ابغوني في الضعيفين، المرأة واليتيم، خيركم خيركم لأهله. فأخطأت حينما تزوجت به بالفاتحة فقط، لأنه تمتع بك عياذا بالله تعالى، وفي نيته أن لا يعقد عليك أبدا، ثم يطلق بكلمة واحدة، ثم يريد أن يراجعك بغير عقد. فحينما أصريت على أن يقوم بتوثيق الزواج بعقد نكاح صحيح، صار يهددك: أية شماتة، إنها النذالة، إنها الخسة، إنه سوء الخلق، إنه الاعتداء على أراضي بناتنا كما تدين تدان. أقول لك أيها الرجل، إنك بفعلك ذلك مع بنات الناس، لا تلومن نفسك حينما يطيل الله عمرك وترى بناتك عياذا بالله يفعل بهن كما تفعل ببنات المسلمين. أليست أختك؟ أليست أختك؟ ما هذا الذي تفعلون مع بناتنا؟ ثم يقول عياذا بالله: أنا سأفضحك أمام أهلك وأخبرهم أنني عياذا بالله كنت أتمتع بك. أعوذ بالله، لا تعودي إليه ولا تتزوجيه، فلا يصلح لك ولو عقد عليك الآن بمئة ألف عقد نكاح، لا تعود إليه، إنه خائن غادر لا ذمة له، لا خلق له، لا يمكن أن تعود إليه. أتخشين أن يفضحك أمام أهلك؟ فليفعل ما يشاء، فليفعل ما يشاء، هناك في أوروبا سيتفهمون الوضع. لا تعالجي خطأ بخطأ آخر، أن تصبري مرة واحدة لتتركي لتدفع عنك هذا السوء وهذا الشر الماحق الذي يصدر من أناس لا خلق لهم، خير من أن يتمادى عياذا بالله في أن يستعملك والعياذ بالله في الحرام إلى ما لا نهاية له. ولذلك صبري، ثبتي، تمسكي بربك سبحانه، صلي الليل، اسألي الله سبحانه عز وجل، ثم فاعلمي أنك أنه ظالم، وأن المظلوم له دعوة ما ترد. فأسأل الله سبحانه عز وجل أن يجيرك من ظلم هؤلاء، وأن يحفظ عليك دينك، وأن يحفظ أبنائك، وصلى الله على حبيبنا محمد.